أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: قد ذكرتم في الأيام الماضية أن أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أقربهم إلى الإمام، وسؤالي: هل ذلك خاص في يوم الجمعة أم يشمل جميع الصلوات الخمس؟ هذا ورد في يوم الجمعة، ورد في يوم الجمعة، بل الذي أذكر أنه في يوم المزيد، وهو الزيارة لرب العالمين، حين يجتمع أهل الجنة يكون أقربهم مجلسا من الله جل وعلا أقربهم إلى الإمام يوم الجمعة. فالمبكرون للجمعة يكونون في مقدمة الذين يزورون ربهم يوم القيامة في يوم المزيد، حينما يتجلى لهم ويكلمهم سبحانه وتعالى. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.